أنا مين عادل؟ مدرب الدفاع عن النفس. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنشرح ازاي اقدر اخرج من تثبيت او تهديد بالسلاح الابيض على الرقبة بالشكل ده. لازم تعرفوا ان في شكلين في جنب الرقبة بالتثبيت. في حاجة اسمها تثبيت على الرقبة من الخارج، من بره، يعني السلاح جاي من بره بيثبتني بالوضع ده، وفي وضع تاني اسمه تثبيت من الداخل، يعني هو لف السلاح كده جاي كده بالشكل ده. اللي احنا هناخده النهاردة لو حد جاي دخل هجم مرة واحدة وثبت بالشكل ده. في اساليب كتير جدا لحصر لها ازاي ان انا اعرف اخرج من الوضع ده، لكن احنا برضو زي ما متعودين هناخد اسهل طريقة او من اسهل الطرق اللي تبان ان هي فيها حرفية، ولكن هي بتدريب بسيط جدا ازاي ان انا اقدر اعمله ويطلع بمنتهى البساطة. وهتشوفوا لما احنا الخطوات اللي هقول لكم عليها ازاي نتدرب عليها في البيت هقدر اعمل التكنيك ده بكل نجاح. طيب، اول حاجة سر قوة القبضة اللي ماسكة السلاح ده، لازم اعرف ان هي كلها واقفة على مفصل المعصم ده. خلي بالكم في حلقات كتير هنتكلم ان المفاصل دي هي دي اللي بيبقى واقف عليها حاجات كتير، هي المتوقف عليها قوة كبيرة جدا في قوة دفع الخصم. فأنا لما بضرب وأنا بالشكل ده، السلاح هنا على وضع خطر جدا، ما ينفعش إن أنا إيده تتهز لتحت ولا لفوق. فالوضع الوحيد اللي ينجي السلاح من إن هو يأذيني إن هو يخرج كده. لا هو هينفع ينزل كده ولا هو هينفع يطلع كده. فأنا لو أنا بالوضع ده وأنا بضيع وقت معاه في الكلام، لو إيدي راحت مرة واحدة أخدت سيف يد وضربته هنا بالشكل ده، انا عملت حاجه اسمها خلل او تشتت للقوه بتاعت المفصل بتاعه. فانا لو ضربت هنا بالجامد، مش عايز اضربها جامد مره تانية لان هي قطرها اصلا بيبقى مؤذي او مؤلم في المفصل، بس لو انا ضربت هنا مش بس بعت السلاح، ده انا ممكن انطر السلاح، اصبح بعد كده جسمه كله مفتوح. بخش في الشرح احنا بنعملها ان احنا بنضرب ضربات في الصدر، لكن انا في الواقع انا بضربها في الدقن، بخش من تحت لفوق وبتطلع الضربات سريعة. لو انت عملتها اصلا بخطوة سريعة، هو مرة واحدة مش هيحس اصلا الخصم ايه اللي حصل، مش هيعرف الضربة دي طلعت امتى. ليه؟ لان انت عملت الاثنين مع بعض، انت عملت 1 2. فهي لما بتتعمل بشكل سريع عن كده شوية هعمل كده 1 2، اوكي. بعد كده لو هو بقى قدامي لسه واقف، بخش بضربات سريعة بالشكل ده، تمام؟ حد يقول لك كابتن طب ما انا مش شرط ان اكيد ان انا سيف اليد عندي هيكون ضعيف. هنعرف بعد كده في حلقات هناخدها مخصوصة ازاي ان انا اقوي سيف اليد بتاعي، ازاي اخلي سيف اليد بتاعي يقدر يكسر مفصل الايد لو حد بالوضع ده مثبتني، ازاي ان هو يقدر يكسر مناطق كتير جدا ضعيفة في جسم الانسان مجرد ان انا انزل عليه بقوة او بتكنيك معين. ولكن النهارده لازم نعرف شكل التكنيك، ان المنطقه دي اصلا ضعيفه، انت حتى لو جبت طفل صغير وضربك هنا وضربك هنا هتحس بالم، يعني دي منطقه اوتار واعصاب. فلو عملناها بشكل سريع شويه بعمل 1 2، بضرب وبعد كده اخش بالضربات سريعه. اخر مره للشرح والتوضيح، وهو حاطط السلاح بالشكل ده بعمل كده. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بحاجه بسيطه النهارده نقدر نحمي نفسنا بيها في اي موقف لا قدر الله نتعرض له في الشارع. واكون سعيد بمتابعتكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باسم كوتش مين عادل، واشوفكم في حلقات جايه كتير. اشوفكم على خير.